السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إحنا إن شاء الله تعالى حضرات النهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي إحنا بنستخدمها، الأجهزة اللي إحنا بنستخدمها في الإيه؟ في مقاس القطع الغيار الكهربائية، بحيث إحنا نعرف إن القطعة دي سليمة أو تالفة، فنعرفها إزاي. فإحنا بنستخدم معانا الحاجات ديت كالآتي، يعني زي البنز أمبير ده طبعا بنستخدمه معانا في عملية المقياس. وطبعا البنس امبير ده طبعا ده حاجه مخصصه لقياس الامبير، طبعا بحيث ان احنا مثلا لو احنا بنشحن ثلاجه ولا اي حاجه ولا في موتور عايزين نعرف ان الامبير بتاعه مظبوط او بتسحب امبير عالي، فطبعا بنستخدم ايه البنس امبير ده معانا. طبعا بنيجي على السلك اللي هو طرف الكومن اللي طالع من الموتور، فبنحطه معانا ايه، بندخل السلك معانا هنا كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مثلا لو كده بندخل سلك الكومن كده في المكان ده كده، والموتور بنشغل الموتور، وطبعا القرايه بتبلنا في المكان ده كده على الشاشه قرايه الامبير. وطبعا الامبير بيبقى مثلا متظبط مثلا على 200 او على 1000 على حسب امبير الموتور اللي انت شغال ايه اللي انت شغال عليه، تمام. وفي برضه حضرتكم اللي هو علامه الفوليوم ومقياس فولت الكهرباء، في بعض الايه الخواص بنستخدمها فيه. وطبعا الافوميتر، طبعا الافوميتر برضو بيستخدم نفس الاستخدام، وده حاجه برضو ايه من اللي احنا بنعتمد عليها جدا، لان طبعا ده فيه مميزات وده فيه مميزات، فده بيقيس حاجات وده بيقيس حاجات، يعني ده بيقيس مثلا ممكن يقيس معانا مكثفات ومقاومات وكده، انما ده ما فيهوش الكلام ده. ده مثلا ايه كهرباء دي سي ال، يعني كهرباء فولت عالي، بيقيس الامبير والكهرباء. ومعانا برضو الايه الفويل اللي هو الصفاره علامه الشورت، طبعا دي برضو ايه بنستخدمها في قياس الايه الاشياء. والافو نفس النظام، بس هو في خواص ان احنا ممكن نقيس عليه ايه اللي هو مثلا زي لو مكثف او مقاومه او اي حاجه، فبنقيسها بالايه بالافوميتر برضو بيساعدنا. وطبعا الكلام ده كلته ان شاء الله احنا عاملين بيه شروحات على القناه، لو حضراتكم دخلتم على القناه هتشوفوا ازاي بتقيس المكثف على الايه على الافوميتر، طبعا ده كلته احنا عاملينه. وحضراتكم معانا حاجه هنا اسمها السيليا، السيليا ديت بقى شيء مهم جدا برضو معانا في العمل وشيء جميل. فطبعا هتقول لي ازاي، طب انا ازاي ان انا اعمل السيليا ديت، السيليا ديت ازاي ان انا اعملها. فالسيليا ديت حاجه سهله جدا في منتهى السهوله. طبعا حضرات الكلام ده احنا عاملينه للناس المبتدئين، الناس اللي هي لسه اول مره او هي لسه بتتعلم الايه المجال جديد، تمام. طبعا دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها. السيليا يا حضرات موضوع سهل جدا، بنجيب لمبه وبنجيب دوايه، تمام يا حضرات، وبنجيب سلك زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. والسلك بيبقى راكب فيه ايه فيشه، بنركب السلك عادي خالص والفيشه عادي في الدوايه، تمام. وبناخد طرف من السلك وبنقوم قاطعينه بالشكل ده كده، تمام يا حضرات. طرف من الفيشه بنقوم قاطعينه من السلك، بنقوم قاطعينه بالطريقه دي كده، تمام. وبنقوم حاطين، يعني احنا كده عندنا السيريا جاهزه على الشغل، تمام. هي دي كلها حضرات فكرة السيريا، فكرة جميلة جدا، بحيث لما انا اجي اعمل شورت على حاجة عايز اختبرها ما اعملش قفلة كهرباء مباشر، يبقى معايا الايه اللمبة بتقاوم القفلة، فطبعا بتقوم عاملة ايه بتقوم عاملة بتقوم عاملة شورت مع الايه على الحاجة اللي انا بعملها. قبل ما اعمل شورت مثلا كده، يعني انا هعمل شورت على حاجة، فهعمل شورت لو الحق لو مفيش لمبه في السكه هتن عامله قفله معايا في الحاجه، هتبوظ الايه القطعه اللي انا شغال عليها. فطبعا اللمبه لما بعمل شورت فاللمبه بتنور معايا، فكده بتسحب الضغط اللي هو ممكن يحمل على القطعه اللي انا شغال عليها، فبالتالي ما بيحصلش قفله، لان القفله بتحصل هنا على اللمبه، فاللمبه بتنور. ده كل الايه الحكايه. السيريا فكرتها سهله جدا ومش ما فيهاش اي مشكله، تمام حضرات. طبعا احنا بنشرح الحاجات ديت عشان طبعا الحاجات ديت احنا هنستخدمها ان شاء الله تعالى معانا، لان باذن الله تعالى احنا ان شاء الله في الايام اللي جايه ان شاء الله هنعمل كورس الغسالات الفول اوتوماتيك ان شاء الله تعالى، كورس هيكون ان شاء الله كورس كامل شرح مفصل. وباذن الله تعالى هنعمل كورس للتبريد التكييف
تمام. لو تابعتونا ان شاء الله تعالى هتتابعوا معانا الحاجات ديت باذن الله، وان شاء الله تعالى كلنا نستفاد مع بعضنا من المعلومات القيمه ان شاء الله تعالى. القناه هتعرضها باذن الله عن قريب باذن الله، وان شاء الله حضرات يا ريت تكونوا استفدتم من الفيديو. وباذن الله تعالى يعني ايه في الوقت الحالي اللي احنا فيه، انا هعمل ان شاء الله تعالى بعض الحلقات كده ان انا هعرف حضراتكم ازاي ان احنا نستخدم السيريا معانا في الشغل، وازاي ان احنا نستخدم الجهازين اللي معانا دولة الافوميتر والبنز امبير، ازاي اللي احنا نستخدمهم واستخداماتهم بتكون ازاي. فطبعا حضرات النهارده ان شاء الله تعالى انا قلت اعرف حضراتكم بس الحاجات ديت، والسيريا ازاي بتتعمل. السيريا يا حضرات زي ما قلنا سلك ودوايا وفيشه، تمام، واللمبه، وبنيجي على طرف من الاطراف بنقوم قاطعينه، تمام يا حضرات. دي كل الفكره. وبعد كده بنستخدم الطرفين دولت في عمليه القفله. يعني انا مثلا لو انا ماسك الطرفين اهم، تمام يا حضرات، وحطيت مثلا الفيشه في الكهرباء كده، انا مثلا معايا جهاز اهوت، معايا قطع غيار اهوت، بقيس عليها الحاجه، باجي اعمل قفله كده اللمبه بتقوم ايه، بتقوم منوره معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام يا حضرات. هي دي كل فكره الايه، كل فكره السيريا. فكره يعني ايه، الفكره سهله وبسيطه جدا. يعني ويا ريت يعني تكونوا استمتعتوا معانا من الفيديو ان شاء الله تعالى بتاع النهارده ده، بس هو الفيديو بسيط، بس انا قلت ان انا يعني اشارك مع حضراتكم الحاجات ديت، بحيث ان احنا هنستخدمها ان شاء الله تعالى بعد كده في الايه، في الكورس، عشان لما تلاقيني مثلا بستخدم حاجه ما تقولش طب دي بتتعمل ازاي، فهيبقى الشرح بتاعها موجود عند حضراتكم في ايه، في الفيديو زي ما حضراتكم شايفين. وإن شاء الله تعالى استودعكم الله، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.